أحنا خلاص البيان اللي صدرناه كجمعيه وطنيه يوم 24 في الشهر كان طبيعه الحال كان بناء على واحد التصريح ديال السيد رئيس الحكومه اللي هضر فيه على استئناف العمل ديال المقاهي والمطاعم بعد العيد حنا عقدنا لقاء ديالنا كمكتب وطني وكذلك مع الفروق مع مجموعه من من الفروع الوطنيه اللي ناقشنا هذا الموضوع وكذلك اللي خرجنا بالبيان باننا غنرفضوا رفضا تاما هذا في هذا العمل قبل الجلوس على طاوله الحوار مع الحكومه وكذلك مع لجنه اليقظه. اولا لان احنا ممكن نحلوا المحاله ديالنا ماشي مشكل نحلوا المحاله ديالنا ولكن غادي تصدموا واحد العدد ديال الامور واحد العدد ديال الاشكالات تراكمات كبيره عند عند المهنيين المساله الكراكين كذلك الموضوع وكذلك الانترنت وغيرها من المصاريف الكبيره كذلك غنتصادموا مع الاجراء ديالنا وبالتالي حنايا في وضعيه كنا اصلا كان مشاكل كبيره في هذه في هذه المساله هذه اللي قط حتى قبل عينا يعني منها وبالتالي اكيد والمداخل ما تكونش مداخل كثير دابا حد الساعه ربما ما نوصلوش حتى ل 50 ولا 40% من المداخل في البدايه في هذه الشهور الاولى وبالتالي غادي تخلق لنا اشكال كبير حنا راسلنا هذه لجنه اليقظه وراسلنا رئيس الحكومه باش نحاولوا ما امكن نشوفوا شي صيغه من الصيغ اللي نقدروا بها نقدروا ندبروا هذه المشاكل كلها من بعد المرحله ديال كورونا خصنا نشوفوا كيفاش ندبروا هذه المشاكل كلها وكذلك نقدر نقدروا كما تنقول ونحافظ على هذه المقاوله ونحافظوا على الـ على الاجراء ديالنا، كذلك مطلب اساسي ديالنا كان عندنا في هذا البيان هو اننا نجلسوا مع جميع المؤسسات المعنيه بالقطاع ديالنا، لان المشكلة الاختلالات اللي كاينه كبيره اللي تعرفها القطاع ديالنا على المستوى القانوني، وهذا هو اللي خلانا نطلبوا هذا اللقاء لان ما بقيناش باغيين نخدموا بواحد. بواحد الصيغه اللي صراحه حنا ما كمهنيين ما تتعجبناش وبغينا تكون الامور مختلفه تماما عن ما قبل كورونا من الناحيه القانونيه بغينا نكون في وضعيه مريحه وضعية قانونيه مع الاجراء ديالنا بغينا نكون في وضعيه قانونيه مع مع الـ مع الـ مع الضرائب كذلك بغينا نكون المهني يكون في وضعيه قانونيه مع جميع المؤسسات ديال ديال المرتبطه بهذا 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 القطاع حنا باقين تنجدوا دابا حاليا تنجدوا المطلب ديالنا ديال الرئيس الحكومه وكذلك لجنه القضاء بالحوار لان المساله مساله اللي هي جد خطيره وجد معقده وبالتالي خاص ضروره الجلوس على طاوله الحوار ربما نفكر جميع شيء شي صيغه من للاقلاع من من هذه الجائحه وكذلك باش نحافظوا على الاجر المناصب الشغل التي توفر هذا القطاع وكذلك نحافظوا على الاستمرار ديال هذه المقاولات لان هي الاساس ديال هذا آه كما تنقول المقاولات الصغرى والمتوسطه هي الاساس ديال الاقتصاد ديال البلاد ديالنا. آه احنا آه كجمعيه وطنيه ماشي اول مره اللي تنطالبوا بهذا المطالب هذه بالعكس كانت عندنا معركه طويله هذه السنتين هذه مع مع الحكومه وكذلك مع الـ ومع الـ مع الاجهزه المنتخبه مع الفروق البرلمانيه عقدنا عدد من اللقاءات مع رؤساء الفروق اللي نبهناهم الخطوره دول الوضع اللي تعيشوا القطاع المقاهي والمطاعم لان كاين كما قلت كاين واحد القوانين كثيره اللي هي غير قابله للتنزيل وبالتالي بغينا الملائمه ديال القوانين مع الواقع ديال ديال القطاع وهذا للاسف الشديد بعض الوزارات اللي خلاص كان عندنا لقاءات معها عده وزاره الماليه وزاره الصناعه والتجاره وغيرها من الوزارات للاسف الشديد الوزاره اللي آه اللي المحور ديال القطاع ديالنا اللي هي وزاره الشغل رسمناها عده مرات للاسف الشديد انه ما تمش تلبيه ديال ديال هذه المراسلات وبالتالي ما نش اللقاء وبقى الوضع على ما هو عليه اللي اللي حاليا في الوضع الحالي اللي تنعيشوه أه صراحه فقط او هذا الدوابه هذا فقط عقد الامور اما كانت اما كانت الامور من قبل كانت الوضعيه كان لا بد من التصحيح ديالها ولا بد من المراجعه ديال القوانين باش أه احنا عارفين امكانية ديال بلادنا عارفين عارفين الوباء ان, إن خصنا نكونوا مضامنين عارفين واحد المجموعه من الامور ولكن على الاقل يتفتح حوار فغير مقبول غير من معقول ان الحكومه ما تقبلش بالحوار ربما عندنا مقترحات ربما ما يكلفوهاش شيء الكثير ما غيكلفوهاش بشيء مسائل اللي هي كبيره فقط كاين بعض القوانين اللي خاصها تعدل الانيه اللي خاصها استعجاليه الانيه كذلك وضع تصور استراتيجي مستقبلي على هذا القطاع ديالنا للاسف الشديد مازال ما, زال ما هذا هذا الحوار ونتمناو وتنعاد نجد كذلك الدعوه لرئيس الحكومه وكذلك جد لقضاء انها أه تفتح حوار مع المهنيين المغاربه